مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي في نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة القدم. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. سوف تلعب هذه المباراة على ملعب وران الأولمبي بمنزلة وران. أما توقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 8:45 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، والساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات. أما القنوات الناقلة للمباراة قناة الجزائرية السادسة وأذن إرتوان الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة والتفعيل الخاص التوصيل للكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات، وشاركونا أيضا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز بالنهائي؟ هل المنتخب الفرنسي أو المنتخب الإيطالي؟